مرحبا بكم. تصفير المشاكل وجذب الاستثمارات، هذا ما ستركز عليه جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج، قاصدا السعودية، قطر، فالإمارات. المصالح هنا تتشابك أكثر من تقاطعها، بل ويرى كثيرون أن هذه الجولة هي بداية مرحلة جديدة في العلاقات بعد جفاء عمره سنوات. اليوم تتجلى صور مصالح السياسة بعد تغييرات عدة اتخذتها أنقرة في سياساتها الخارجية، من إعادة علاقاتها مع القاهرة إلى قطع علاقاتها مع تنظيمات تتهم بالتطرف. لقاءات أردوغان وفقاً لإعلام تركي هدفها الأول جلب مشاريع اقتصادية واستثمارية لتركيا، إضافة إلى بحث القضايا الدولية والإقليمية، ما يعني أن لهذه الزيارة إلى جانب أهميتها السياسية أهمية اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعد اجتماع مسؤولين من عملاق النفط السعودي أرامكو مع نحو 80 مقاولاً تركياً في أنقرة لمناقشة مشاريع محتملة بقيمة 50 مليار دولار. علاوة على ارتفاع حجم تبادل تركيا التجاري الثنائي مع دول الخليج العربي خلال 20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار إلى نحو 22 ملياراً، تأمل تركيا بتعزيز استثماراتها وتوسيعها لتشمل أكثر من ذلك، حيث يعتقد مراقبون أن قطاع التسليح والدفاع التركي قد يجذب اهتمام السعودية بعدما أبدت الرياض رغبتها في شراء طائرات مسيرة عسكرية تركية من طراز بيرقدار BB2، إلى جانب تسيير دوريات مراقبة في طرق شحن النفط. سياسياً يبدو أن هناك سياسة جديدة تبنتها تركيا بعد فوز أردوغان في الانتخابات الأخيرة لطي ملف الخلافات. للمزيد نرحب بضيفينا من الرياض الدكتور محمد الحبابي، الكاتب والمحلل السياسي، من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. مرحبا بكما ضيفي. سيد محمد الحبابي، أبدأ معك. يعني عودة إلى العلاقات بعد فتور دام وقتا لا يستهان به، ما هي التحديات أمام تركيا؟ إلى أي حد ستنجح في إعادة المياه إلى مجاريها؟ أسعد الله مساءك سيدتي ومساء الضيف الكريم ومساء مشاهديكم. العلاقات السعودية التركية بدأت عام 1929، بمعنى عمرها أكثر من 94 سنة، والعلاقات السعودية الآن يعززها مثل هذه الزيارة من الرئيس رجب طيب أردوغان، الزيارة التي بدأت اليوم 17 يوليو 2023، وسيكون هناك زيارات لقطر والإمارات، وزيارة مرتقبة للرئيس المصري بعد شهر إلى تركيا. العلاقات التجارية بين البلدين تمثل 28 مليار دولار تستثمر من قبل السعودية وشركاتها البالغة 1160 شركة في تركيا، يقابلها مليار من الشركات التركية لدى المملكة. العلاقات السياسية بين المملكة وتركيا كانت في أفضل حالاتها من عام 2015 إلى 2016، 5 زيارات وخمس قمم توجت بأن أعطي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسام الجمهورية، وعززت بالمجلس التنسيقي بين السعودية وتركيا في عام 2017. ومن ثم مرت العلاقات السعودية التركية بفتور لمدة 5 سنوات، ولكن الزيارات المتبادلة بين البلدين في 2022 من قبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وسمو ولي العهد الكريم أعادت الحياة والتقارب والحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين. بلا شك أن مثل هذه الزيارة تعزز 5 حقول يبحث فيها الرئيس التركي، وهي حق الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل. بلا شك أن ما حصل في تركيا من خلال كارثة الزلزال الذي حصل في 2023 وتدفقت الأموال من الشعب السعودي ومركز الملك سلمان ب 500 مليون دولار، نصف مليار لمساعدة الشعب السعودي للشعب التركي. 88 ألف كان الحجاج هذا العام
وكلهم شاكرون وممتنون. العلاقات يا سيدتي، نطلب من تركيا أن ترتقي إلى طموحنا، بمعنى ألا تتدخل في ليبيا وسوريا والعراق، ألا تحتوي الجماعات الميليشياوية الإرهابية، ألا تكون مقرات لجماعات مناوية للدول العربية كمصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ما نطلبه من تركيا أن تكون على قدر طموحنا وحبنا لها. طيب، شكرا لأنك أثرت هذه النقطة سيد الأحبابي. دكتور محمود، يعني عقدة الإخوان هذه عقدة موجودة في الخليج وموقف مبدئي من هذه الجماعة. تركيا مؤخرا يعني كان واضح من سياستها بأنها تراجعت في دعمهم قليلا، ولكن نتحدث عن مناطق نفوذ لتركيا أيضا في المناطق العربية وتنافس حتى تركي قطري مع بعض أيضا التواجدات الخليجية الأخرى. كيف ستلعب تركيا على هذه الملفات؟ كيف ستوفق بينها؟ بداية مساء الخير أستاذة آسيا وضيفك الدكتور محمد ومشاهديك المحترمين. العلاقات الجديدة بين تركيا والخليج هي بطبيعة الحال نتاج تحول أقليمي أوسع. المنطقة خلال العامين الأخيرين بدأت سلسلة من التحولات الأقليمية الكبرى. معظم القوى الفاعلة في المنطقة بما فيها تركيا، دول منطقة الخليج، مصر، بدأت تتبنى سياسات أقليمية جديدة تتكيف مع الواقع الأقليمي الجديد. وبالتالي هذا الوضع الجديد في العلاقات الأقليمية يفرض على الفاعلين الأقليميين تبني سياسات أقليمية مختلفة عن السنوات الماضية. وبالتالي بتقديري تركيا بموجب هذا النهج الجديد وهذه الانعطافة في سياستها الأقليمية تسعى لتبني سياسات أقليمية مختلفة عن السنوات أو عن العقد الماضي، لأنه يعني بطبيعة الحال الظروف الأقليمية تغيرت، وأيضا العلاقات الجديدة مع القوى الفاعلة في المنطقة تفرض عليها تبني هذا النهج من النهج الجديد في العلاقات. فيما يتعلق مسألة ملف الإخوان المسلمين، أنا أوافق بأنه تصور تركيا للوضع العربي في مرحلة ما بعد العربي في 2011 كان تصور إلى حد ما رهاناته خاطئة. كان هناك رهان على صعود تيار الإسلام السياسي جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد، لكن اتضح بعد عام 2013 في مصر أنه تيار الإسلام السياسي أضعف من أن يستطيع أن يدير المشهد السياسي في المنطقة العربية. وبالتالي هذا التحول بطبيعة الحال يفرض على تركيا أن تتبنى سياسات جديدة تراعي الوضع الجديد. علينا أن لا ننسى مسألة مهمة جدا، أنه بسبب العلاقات الجيدة لتركيا مع جماعة الإخوان المسلمين تدهورت علاقات تركيا مع قوى فاعلة في المنطقة، دول الخليج، مصر وما إلى هنالك. وبالتالي كان من الضروري لتركيا أن توضح موقفها أو أن تضع مسافة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين كبوابة لإعادة إصلاح العلاقات مع القوى الفاعلة في المنطقة. اليوم أنا تقديري جزء أساسي من هذا التحول الأقليمي أنه مفاعيل ما بعد 2011 انتهت. اليوم لم نعد نتحدث عن أن الربيع العربي لديه تأثير في المنطقة العربية، الآن الكل يتجنب هذا الموضوع. بالتالي نحن لا نشهد فقط يعني على سبيل المثال تحول في العلاقات التركية العربية، نشهد أيضا تحول في العلاقات العربية السورية على سبيل المثال، أيضا العلاقات الإيرانية السعودية. كل هذه الأمور هي جزء من تحولات أقليمية كبيرة. وبالتالي وحتى تغيرات دولية أستاذ محمود، يعني نحن نشهد صراعا صينيا أمريكيا متصاعدا، صينيا روسيا، أحلاف جديدة تشكل في كما يسمونها الروس أوراسيا وغيرها، وقد تكون تركيا وحتى المنطقة العربية جزءا منها بغض النظر عن جزئية الربيع العربي وتداعياته. نعم، أنا أعتقد أنه يعني جزء أساسي من التحولات الأقليمية فرضته التحولات الدولية. اليوم المنطقة تتعامل مع وضع جديد لم تعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بأن تلعب دور أساسي في المنطقة، لذلك الآن القوى الفاعلة في المنطقة تبحث عن خيارات ووسائل لتجميع حلفائها وشراكاتها الخارجية. نجد بأنه دول الخليج تتجه لتعزيز العلاقات مع الصين، هناك شراكة قائمة مع روسيا رغم أنه الضغوط الغربية على دول الخليج لا تزال هذه الشراكة قائمة. أيضا بالنسبة لتركيا هي متمسكة إلى حد كبير بعلاقتها مع روسيا. وبالتالي هذا اليوم العصر الجديد من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى هو في الحقيقة يتيح فرصة للقوى المتوسطة في الأقاليم التي تقع فيها من أجل أن تلعب دور أكبر في إدارة الشؤون الأقليمية. أنا تقديري أنه يعني الحالة الأقليمية هي استجابة كما تفضلت للتحولات العالمية.
نعم، إذا هي قوى صاعدة تحاول أن تتحالف. أستاذ حبابي، البعض يقول أنه لم يبقى إلا أن تخرج تركيا من الناتو ويعني تتكرس في شنغهاي، ويصبح شنغهاي ليس فقط يعني ملتقى اقتصاديا. هل هذا ممكن؟ هل هذا مستقبلا سيكون السيناريو؟ سيدتي، الدولة ذات القطب الواحد بمعنى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945، هذه السياسة أجزم أن الأيام القادمة والسنوات القادمة ستكون هناك أقطاب أخرى، والبريكس بأقطابه الخمسة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من القوى الاقتصادية الفاعلة، بمعنى تركيا تبحث عن مصلحتها، فلديها مصالح في النفط والغاز من روسيا، ولديها مصالح تصنيعية مع الصين ومع تايوان في أشباه الموصلات، وكذلك مع دول أسيوية كإيران والهند وغيرها من الدول. أنا أقول المطلوب من تركيا الآن ألا يكون موقفها ورأيها رماديا منه، بمعنى هناك قضايا خليجية مثل الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، حقل الدرة الذي تنازعنا فيه إيران وهو داخل المياه السعودية الكويتية، بمعنى يتطلب على تركيا أن تكون في رأيها معنا وأن تقول أنا مع الرأي الواقعي الصحيح الموافق للأمور الدولية. هذا يعزز العلاقات الاقتصادية بيننا وبين تركيا، وسيزيد الاستثمار في تركيا من 18 مليار إلى أكثر من ذلك، قد يصل إلى 50 مليار من قبل الدول الثلاث المؤثرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية وقطر والإمارات. قطر يا سيدتي، بما أنجزته في كأس العالم 2022 أثبتت للعالم أنها دولة واعدة وتبحث عن الاقتصاد، كذلك الإمارات في إكسبو السابق، والآن تركيا تؤيد المملكة وتدعمها في إكسبو 2030، بمعنى العلاقات طيبة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن نتمنى أن يكون سقف طموحاتنا من القيادة التركية أن تكون معنا في مواقفها السياسية، والسياسة والاقتصاد شقان يلتقيان ولا يختلفان، بمعنى الصناعات التركية متقدمة، تركيا تصنع في الطائرة F-35 من 15,000 قطعة 900 قطعة تصنعها تركيا، تركيا متقدمة في الصناعات الدفاعية، تصنع طائرات البيركدار، وطرت الصناعة في مجال السيارات من ألمانيا، هي متقدمة، ونحن نرحب بتركيا كشريك في المجال الاقتصادي، ولكن في المجال السياسي يجب أن يكون الأتراك معنا في المواقف التي واقعية وتخدم الخليج وبعيدة عن الإرهاب وتخدم طيب. رفاهية. أستاذ الحبابي، ذكر السيد علوش بأن الظروف الإقليمية تغيرت والأحلاف السابقة ما قبل الربيع العربي وأثناء وخلاله تغيرت أيضا، بجواب بسيط، هل ستعود قطر إلى سياستها ما قبل 2011 قريبا؟ لا يا سيدتي، الوضع الآن براغماتي إلى حد بعيد، الوضع الجيوسياسي والتغيرات في مختلف دول العالم وأزمتي كورونا وأوكرانيا، هاتين الأزمتين كلفت العالم في مجال الاقتصاد الشيء الكثير، وجدنا تضخما في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في مختلف دول العالم، لذلك الآن هو البحث عن الاقتصاد، كل الدول أو أغلبها مدينة أو لديها هموم اقتصادية، وهموم الإنسان بما باحتياجاته ورفاهه هو تركيز على التنمية. الهم الأوحد على مستوى العالم. ابقيا معي ضيفاي الكريمان لو سمحتما. مشاهدينا، وفي أعقاب زيارة أردوغان تتوقع تركيا أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار مبدئيا، إضافة إلى 30 مليار في إجمالي قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع. هذه الجولة مهد لها عديد من المسؤولين الأتراك على هامش منتدى الأعمال التركي السعودي في إسطنبول قبل أيام، أعلن خلاله من قبل وزير التجارة التركي عمر بولات إطلاق بلاده لمباحثات استكشافية مع مجلس التعاون الخليجي
بهدف توقيع اتفاقية تجارة حرة. وبعد زيارة لقطر، توجه وزير الخزانة والمالية برفقة محافظة البنك المركزي التركي إلى السعودية التي أودعت 5 مليارات دولار لتركيا في شهر مارس الماضي، الذي شهد أيضا توقيع اتفاقية مع الإمارات لزيادة التجارة البينية بنسبة 40 مليار دولار أو بمبلغ 40 مليار دولار ضمن خطة خمسية. التضخم في تركيا كان قد تراجع في مايو الماضي إلى ما دون 40% وسط توقعات بارتفاعه مجددا خلال شهر يوليو الجاري، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نحو شهرين بعد أزمة اقتصادية طاحنة شهدتها تركيا عقب الزلزال. أستاذ علوش، نعود إليك. يعني يتزامن هذا الحراك التركي الخارجي مع حراك تركي داخلي أيضا، يبدو أن السياسات الداخلية تشهد تغييرات كبيرة. يعني لا شك أنه التحديات الاقتصادية الآن في الولاية الجديدة للرئيس أردوغان تحديات كبيرة جدا، جانب منها مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، أو دعينا نقول الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها تركيا منذ سنوات بفعل الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة بها، بفعل اضطرابات علاقاتها مع دول المنطقة، مع الدول الغربية. وجانب آخر من هذه الأزمة الاقتصادية مرتبط بالإفراط الرئيس أردوغان في الإنفاق في مرحلة ما قبل الانتخابات. اليوم من أجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الصعبة، هناك هدف أساسي للرئيس أردوغان سيتعين عليه فعله، هو جلب الاستثمارات الأجنبية من الخارج. هذا الأمر ضروري جدا من أجل إنجاح السياسة الاقتصادية. هناك مسألتين مهمتين جدا بتقديري ينبغي قراءتهما أيضا من منظور اقتصادي وحصلا خلال الفترة الأخيرة. البوادر التقارب التركي الغربي التي حصلت في قمة فيلينيوس والاتفاق التركي السويدي الذي يبدو أنه وضع خريطة الطريق لإعادة إصلاح العلاقات التركية الغربية، إلى جانب الجولة الخليجية اليوم للرئيس أردوغان، تشير إلى مدى تأثير السياسات الخارجية أو تحول السياسات الخارجية كاستجابة للحاجة الاقتصادية. وبالتالي نعم، الرئيس أردوغان اليوم مضطر إلى إعادة إنتاج سياسة اقتصادية جديدة من أجل مواجهة هذه التحديات. الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل بشكل أساسي، لكن الأمر أيضا ينطوي على بعض المخاطر. هناك يعني الانتخابات محلية ستجرى في تركيا بعد حوالي 8 أشهر على ما أعتقد، وأيضا الرئيس مجبر على أن يلمس بعض النتائج الاقتصادية القوية قبل هذه الانتخابات. لذلك من المفهوم أنه التركيز الآن في السياسة الخارجية اليوم، أنا تقديري أنه جانب أساسي منه يهدف إلى التكيف مع الاستجابة للحاجة الاقتصادية في تركيا. نعم سيد الأحبابي، العيون اليوم يعني تتجه كلها إلى أفريقيا، وهناك ثمة تنافس تركي روسي خليجي، وفي بعض المناطق ثمة تناقض للمصالح وربما تشابك معقد جدا. كيف سيكون الواقع؟ للأسف نحن دخلنا في مرحلة حرب ربما تكون طويلة في السودان، لكن أيضا القرن الأفريقي يأخذ الكثير من الاهتمام خليجيا وعربيا وإقليميا. كيف تنظر إلى مستقبل هذه القارة وتشابك العلاقات العربية التركية هناك؟ تركيا أنشأت يا سيدتي قاعدة في الصومال قريبة من العاصمة مقديشو، وطلبت موقعا في جزيرة سواكر السودانية ولكن لم يكن لها ذلك. هي تتواجد من ضمن الدول التي تبحث عن حقول اقتصادية وعلاقات مع الدول الأفريقية مثل روسيا عن طريق مجموعات فاغنر، وكذلك تواجد صيني، وهي موجودة كدول العالم الأخرى كفرنسا كأمريكا كدول أوروبا تبحث عن الاقتصاد وتبحث عن فرص في أفريقيا. ولكن مشاكل أفريقيا يا سيدتي من جراء الانقلابات وانعدام الأمن كثيرة، والاستثمار في أفريقيا ما يزال محفوفا بالمخاطر. كذلك هناك تواجد للحكومة التركية في إثيوبيا ولها في أكثر من دولة، ولكن أنا أقول أن الأتراك الآن هم بحاجة إلى ضخ أكثر من 10 مليار. إذا ضخت 10 مليار سيكون التبادل التجاري بين تركيا والدول الخليجية الثلاث
السعودية وقطر والإمارات أكثر من 30 مليار، ليس ذلك كافيا. التضخم كان في تركيا يصل إلى 65%، الآن هناك تحسن نزل إلى 40%. هناك احتمالات أن يرتفع أو يقل، بمعنى الأتراك حريصون على أن ينموا اقتصادهم. ما كان من الرئيس التركي في القمة في ليتوانيا أن قابل الأوروبيين بحديث ودي، وأعتقد أنه سيحدث من ذلك انفراجات كبيرة، بمعنى قد نرى تركيا في السوق الأوروبية المشتركة، هذا يعزز جانبها الاقتصادي، وهي موجودة في الناتو كقوة عسكرية. كانت الدولة باهظة على الاقتصاد، بعيدة من الاضطرابات الأمنية والعسكرية، كلما كان ذلك أفضل، لأن السنتين كورونا يا سيدتي بدأت في شهر 11 2019، لقد كلفت العالم الكثير على مدى أكثر من سنتين، ومن ثم جاءت حادثة 24/2/2022 دخول جمهورية روسيا الاتحادية إلى أوكرانيا، فكان هناك أزمة في الطاقة، في النفط، في سلاسل الغذاء، في البذور والزراعة، وعلى مختلف دول العالم، بمعنى أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا، هاتين الأزمتين سيعاني منهما العالم. رأينا بنوكا تفلس في أمريكا، في سويسرا، في أكثر من دولة، رأينا غالبية الشركات في ألمانيا تقفل أبوابها وتصرف موظفيها، رأينا أوروبا انهيار اليورو من سعر الصرف من دولار ونص إلى أقل من الدولار أو يساوي للدولار، بمعنى العالم اهتز اقتصاديا. وأنا أقول أن تركيا بعد 2023 التجديد لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو من الحكمة بمكان أن يبحث عن الاقتصاد، لأنه هذا هو الوعد الذي يتمناه منه الأتراك. رأينا أنهم أقبلوا على انتخابه بكثرة وبشعبية كبيرة في الانتخابات السابقة، بمعنى هم يأملون من شخصه الكريم أن يقدم لهم رفاها واقتصادا وعلاقات ودية مع مختلف الدول العربية والأوروبية. لماذا لا نرى تركيا في الدول الأسيوية، في الأوروبية، في الأمريكتين؟ تركيا لديها جميع الإمكانيات، لديها الشعب الذي يملك الفكر الاقتصادي والفني والتشغيلي، ولديها الطاقات، وما بقي هو وجود الشركات، والشركات لتأتي إلى تركيا يتطلب منها أن تقدم الحكومة التركية تخفيفاً للضرائب، مساعدة في توطين هذا ما تحاول أن تفعله. نعم، في تركيا واضح بأنها نعم، من الواضح بأن هنالك الكثير من التغيرات على صعيد السياسة الداخلية. لكن أخيرا أستاذ علوش، يعني الملفين السوري والليبي وغاز المتوسط هو جزء أساسي من النظرة اليوم إلى تركيا، وعندما نعرف الوجود التركي في المنطقة، كيف سيتطور هذا الملف؟ هل سيتقدم برأيك أم ستبقى الأمور في هاتين الدولتين على ما هي عليه؟ أعتقد أنه فيما يتعلق بالشراكة التركية الخليجية، نحن لا نتحدث فقط عن اقتصاد، هذا الاقتصاد بطبيعة الحال وبالضرورة سيؤدي إلى شراكة وتناغم في السياسات الإقليمية بشكل أساسي، لذلك قد نشهد في الفترة المقبلة مزيد من تناغم المواقف بين تركيا والدول الخليجية والدول العربية عموما فيما يتعلق بالحالة السورية. لكن عموما أنا تقديري أن السياسة الخارجية التركية في سوريا مرتبطة بشكل أساسي بمسار التفاهمات مع روسيا. هذا المسار أعتقد أنه وإن كان هناك بعض التداخل بين المسارين التركي الروسي الإيراني والآن المسار العربي السوري، لكن بطبيعة الحال بتقديري جانب أساسي من الموقف التركي في سوريا يرتكز على طبيعة التفاهمات في جانب مع روسيا وعلى مسار المستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالملف الليبي، المصالحة التركية المصرية بطبيعة الحال ستفرض على تركيا التعاون مع مصر من أجل إيجاد مقاربة مشتركة فيما يتعلق بالمسألة الليبية. هناك أرضية مشتركة تجتمع عليها تركيا ومصر في ليبيا، وهي أن توحيد هذا البلد، إنهاء الصراع في هذا البلد يشكل مصلحة للطرفين. إذا ما تم البناء على هذه الأرضية، ربما في الفترة المقبلة نشهد
تناغم تركي مصري أكبر في السياسة في ليبيا، بما يدفع أو يساعد في عملية دفع المرحلة الانتقالية وإنهاء الانقسام. باختصار، أنا أرى بأن السياسة التركية الجديدة في المنطقة هي تميل بشكل أكبر إلى التعاون والتفاعل الإيجابي مع الفاعلين الإقليميين، وهي تطوي بطبيعة الحال يعني عقد من السياسات السابقة، سياسات التنافس مع القوى الإقليمية. شكرا جزيلا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وكان معنا من الرياض أيضا الدكتور محمد الحبابي الكاتب والمحلل السياسي.